ومشاهدينا لتسلط الضوء أكثر على رد هيئة علماء المسلمين على تصريحات الملك الطائفية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق الأستاذ معاذ البدري. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا المشاهدين الكرام. حياكم الله وأهلا بكم. برأيكم لماذا يصر المالكي بين الفينة والأخرى على الخروج بهذه التصريحات الطائفية؟ ما هي الرسائل التي يريد إيصالها بالتجاوز على أصحاب رسول الكريم صلى الله عليه وسلم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة يعني لم تكن إرادة الاحتلال في العراق لشقيه الأمريكي والإيراني لتختار نور المالكي ليكون الشخص الأكثر حضورا بإثارة الجدل في المشهد السياسي العراقي، لم تكن هذه الإرادة عبثية، لأنه النموذج الأكثر خدمة لمصالح الاحتلال المزدوج، فهو مسعر للطائفية باحتراف وموغل في الفساد بإدمان، وما منح أكثر من غيره ليكون رئيسا لحكومتين متتاليتين إلا لأنه يتسم بهذه الصفات. من المعلوم لدى الجميع أن الفوضى سواء في المشهد السياسي أو في الميدان الأمني هي أحد أهم عوامل بقاء العملية السياسية في العراق قائمة، رغم ما فيها من اعوجاج وانحراف وتناقضات تجعلها آيلة للانهيار. لكي تحقق أدوات الاحتلال المزدوج ما هو منشود في أجنداته ومشروعه في العراق، فإن الطائفية السياسية هي الأداة الأكثر توليدا لحالة الفوضى والاضطرابات. إذا ما استعرضنا واقع العراق على مدى عقدين من الزمن لا نجد أحدا يداني نور المالكي في تأجيج الطائفية واللعب على حلبتها والعيش في مرابضها. هذا الرجل يعاني تركيبة معقدة من الأمراض تتحكم في ذهنه ونفسيته وتصرفاته، تجعل من الطائفية هوية ملازمة لسلوكه وتصريحاته، علاوة على ما فيه هو أصلاً على مستواه الشخصي، على ما فيه من الجهل المركب يجعل من الأكاذيب التي يؤلفها المغرضون وينسبونها للتاريخ بلا انضباط تجعلها تتحكم به، وبسببها تجري الأكاذيب على لسانه. نعم. وتصبح سجية لحواره وخطابه. ولكن حضرتك تتهم المالكي بأنه يعني ربما يقع ضحية لمرض معين بهذه التصريحات، ولكن ألا يعتبر هذا نهج يسير عليه معظم الموالين لإيران من أجل بث الفتنة من جديد بين نسيج المجتمع العراقي؟ لا، هو أبدا يعني القضية ليست محاولة تبرئة المالكي لكونه مريضا بهذا المرض على أنه يعني مغلوب على أمره. نعم. يعني هو يعني كما وصفته هو مدمن على هذه القضية، يعني اكتسب هذه السجية اكتسبها بمحض إرادته ومن خلال يعني ما تربى عليه من منهج إقصائي ومنهج. نعم. يستعد أن يطعن فيه بكل المقدسات وكل الثوابت فقط من أجل تحقيق مصالح سياسية ودنيوية. أنت تنظر الآن في كل مشهد من مشاهد النظام السياسي القائم في العراق وفي كل مرحلة من مراحله، ولا سيما ما يسبق التنافسات الانتخابية، اعتدنا على سماع الخطاب الطائفي من جانب أحزاب العملية السياسية وأشخاصها، ولأن هذا النمط يعني النمط الطائفي ونمط المكون والبيت وما يسمى البيت الشيعي وما إلى ذلك من خطابات صارت مكشوفة المقاصد بالنسبة للعراقيين، ولا سيما لمن تعدهم إيران بأنهم الحاضنة الشعبية لأحزابها ولأدواتها. لما صار هذا الأمر مكشوفا لدى العراقيين التجأ رموز الأحزاب السياسية المرتبطة بإيران إلى الطعن في رموز الأمة وفي مقدساتها ومحاولة استيراد أحداث ليست حقيقية وليست واقعة في التاريخ لتوظيفها على أرض الواقع بالنمط والشكل الذي يرغبون. طيب، هنا أيضا المالك انتقد جهاد الصحابة والفتوحات الإسلامية كذلك، مدعيا بأن الأمة ضعفت بسبب الحروب التي قال أننا ندفع ثمنها اليوم. برأيك ألا يعد ذلك تحريضا صريحا يستهدف طيفا كبيرا؟ هل يريد المالك إيقاع المجتمع العراقي بفخ الطائفية من جديد؟ بالتأكيد، يعني هذا المنهج الذي سارت عليه الأحزاب الطائفية في العراق وليس جديدا، وعندما يحاول أن يجعل من واقع الأمة اليوم نتيجة متعلقة بسبب ما سبق من أحداث في العصر الصدر الأول من الإسلام، فإنما هو يريد كما يرفعونها من شعارات، يعني كما كانت ميليشياتهم ترفعها وهي تدخل مدن العراق وتقول الثأر والاقتصاص وما إلى ذلك، وكأنه يريد أن يجعل المعادلة ذات طرفين، طرفها الأول مبني على قضايا تاريخية هو رآها
بنفسه على أنها خسارة، ورآها على أنها مضرة بالنسبة له ولطائفته، فحاول أن يروجها بهذا الشكل. والطرف الآخر هو واقعنا المعاصر ومجتمعنا العراقي الذي يرى المالكي ومن على شاكلة المالكي أنهم من يجب عليهم أن يدفعوا ثمن تلك الأخطاء كما يسميها. نعم. الحقيقة الأمة الإسلامية لم تكن لتبلغ ما بلغته من المجد والرقي والرفعة بين الأمم لو لم يكن للصحابة جهادهم، ولم تكن الفتوحات الإسلامية في عهدهم هي المعيار الأساسي للحياة. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بذلوا أرواحهم ودماءهم من أجل أن يصلنا هذا الدين كاملا، فلن ينتقص من هذا الدين ولن ينتقص من ثقافتنا ولا من عقيدتنا شبه رخيصة التي يروجها المالكي. طيب، في تصريحاتكم أو في تصريحكم الصحفي أكدتم أن المالكي يعد أحد أبرز أدوات إيران الساعية لتمرير مشروعه الطائفي في العراق وكذلك المنطقة. السؤال هنا، هل ما زال المالكي يراهن على إمكانية تقبل جيل الشباب الحالي لمثل هذه الأجندات المفضوحة بعد تزييف الحقائق؟ وخصوصا رأينا في تظاهرات تشرين أن الشباب العراقي الواعي نسف جدران الطائفية وكشف زيف المدعين لهذه الطائفية من أجل الحصول والبقاء على مصالحهم الخاصة. الحقيقة المالكي لا يستحي، هو يعني هو بنفسه كان قبل بضعة أشهر قد تورط بواحدة من كبرى فضائح السياسية حينما خرجت تسريبات تدينه وقد تقود به إلى يعني إلى عقوبات قاسية جدا، لكنه لم يخجل منها ولم يتمعر وجهه لذلك يعني بسببها. لكن أقول مثلا الهتاف الشعبي المشهور لدى العراقيين كذاب نور المالكي، نعم، مثلا يكاد يكون الشعار الذي يتفق عليه جميع العراقيين الذين عبروا عنه في أغلب حركاتهم الاحتجاجية ومظاهراتهم المناهضة لحكومتيه وما تبعها من حكومات لا تنفك عن النظام الطائفي. هذا الشعار يوازي شعاراتهم الرافضة للوجود والتحكم الإيراني في العراق التي صرحوا بها علانية وعلى أكثر من صيغة، يعني تجلت يعني في ثورة تشرين على سبيل المثال بصيغة واضحة جدا تطالب بطرد إيران وإبقاء بغداد حرة. الحقيقة هذه الشعارات بينها قواسم مشتركة تعطينا انطباعا على أن وحدة العراقيين في التصدي للطائفية هي نموذج لحراك سياسي معتبر وإن كان بصيغته الشعبية غير المنظمة، لكنه يعطينا تصورا عن مدى حجم الوعي الذي بلغه العراقيون الذين يعني يريدون أن تكون لثقافتهم ولمبادئهم ولمجتمعهم حصانة من كل فكر دخيل، ولا سيما الأفكار الطائفية التي تحاول أن تعبث بتاريخهم وتلقي بالظلامية على مستقبلهم. هنا أيضا بعيدا عن ممثلي ما يسمى بالمكون السني في العملية السياسية وعدم ردهم على مثل هذه التصريحات، لماذا لا تصدر المراجع الدينية الشيعية التي تنتمي إليها أحزاب السلطة في العملية السياسية، لماذا لا تصدر بياناتها لإظهار الحقيقة التي يريد المالكي ومن يدور في فلك إيران إخفائها؟ يعني هذه التصريحات من هذا النوع هي تخدم مصالح هذه المراجع، فمن الطبيعي جدا أنها لا تفعل، يعني لا تصدر تصريحا يناقضها أو يرد عليها، إن لم تصدر تصريحا يبررها ويرددها. أما ما تفضلتم في بداية السؤال عن موضوع السياسيين السنة الذين اكتفوا بالصمت، هم لا يستطيعون أن ينطقوا بشيء، وإن نطقوا فإنهم لا ينطقونه على وجه حق، فقط في سياق التنافسات السياسية ومحاولة جني المكاسب على حساب يعني ثقافة أو على حساب عاطفة الجمهور السني. الأحزاب السنية والشخصيات السنية في داخل العملية السياسية هم ليسوا سوى تبع لأحزاب السلطة الكبرى التي تتحكم بها إيران والتي هي بضرورة أداة من أدوات الولايات المتحدة الأمريكية. فلا سياسيون السنة ولا المراجع الكبرى الذي تسمى المراجع الكبرى بالنسبة للمكون الشيعي ليس من مصلحتهم أن يدينوا هذا النوع من التصريحات، لأنهم إن فعلوا ذلك خسروا كثيرا من المكاسب التي يعولون عليها تحت يعني جسر أو تحت مظلة الطائفية. أخيرا، يعني حكومة السودان شنت حملة اعتقالات ضد من وصفتهم بصناع المحتوى الهابط بذريعة الإساءة للذوق العام وإيصال رسائل سلبية تزعزع الاستقرار المجتمعي. يعني ماذا عن تصريحات المالكي التي تهدد السلم المجتمعي في البلاد بشكل واضح وصريح؟
يعني بغض النظر عن مصداقية محاربة ما يسمى بالمحتوى الهابط، لأن أغلب الذين اعتقلوا تم الإفراج عنهم، وأن نسبة كبيرة من هؤلاء أصحاب هذا المحتوى ما زالوا يبثونه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ولكن الحكومة السودانية كانت تعمل استعراضا لعضلاتها من خلال هذه النقطة ومن خلال هذا المشهد، كأنها تحاول أن تبث للمجتمع العراقي على أنها حريصة على ثقافته وعلى سلوكياته وأخلاقه. لكن بالمقابل حكومة السودان هي عبارة عن نمط ظاهري يحركه الإطار التنسيقي، والذي هو بالضرورة يعني أحد أدوات الدولة العميقة التي يعد المالكي أحد رجالاتها الأساسيين. لا يمكن للسوداني ولا لحكومته ولا لمن قبله ولا لمن بعده، لا يمكن لأحد منهم أن يجاري هذه الدولة العميقة التي هي التي تتحكم بهم وهي التي تملي عليهم ماذا يفعلون وماذا لا يفعلون. من عمان مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين في العراق معاذ البدري، شكرا جزيلا لوجودكم معنا.